نعم، ولكن الفيضانات اجتاحت مناطق لم تصلها الحرب ولم تدر فيها أي معارك ومنذ بداية المعارك في السودان. إذن ما الذي يعيق وصول المساعدات أو المنظمات الدولية الإغاثية لإنقاذ المتضررين؟ والله أصلا الآن كوارث لاحظت أخي الحبيب متركزة في شمال السودان وشرقه، هذه المناطق التي حصل فيها فيضانات وحصل فيها يعني وضع الكوليرا هذا في الشمال والشرق، وهي مناطق ليست فيها حرب حقيقة، لكن قلت لك أنه يعني الدولة كانت مركزية، يعني كل الأشياء موجودة في العاصمة ومنها تنطلق إلى حسب الأماكن المحتاجة في عقل، بل ذهبت كل المدخرات الطبية الموجودة في الإمداد الطبية وغيرها بسبب يعني التعدي عليها من قبل المتمردين، بل حرق هذه الأدوية والمعينات، وبعض المنظمات الدولية تخشى على عمالها وموظفيها من أنه يصلوا في بلد فيها يعني حرب مشتعلة، ويخافون أنه يعني تقطع طرق عليهم لوصول هذه المساعدات، وبعضهم لهم أجندة سياسية، هذه ليس موضوعها، لكن يعني الدول كلها ليست كلها على يعني يد واحدة مع السودان، بل هناك دول ظهر أنها كانت يعني وراء هذه الحرب وعانت على إجعال الحرب ولا تريد للبلد خيرا يعني. فالشاهد أنه الدولة في السودان مركزية، يعني كل الأمور تدار من العاصمة التي فقدت يعني أمنها وسلامها وفقدت مدخراتها من أدوية ومن معينات، وده السبب الأساسي، وإن كانت مناطق الكوارث ليست فيها حرب لكن الوصول إليها صعب، لا طرق إليها يعني تتعسر وصول المساعدة الإنسانية للبشر يعني لأن الطرق غير آمنة يعني. نعم، العاصمة نفسها هي المركزية، الآن هي الحرب تدور في العاصمة، هذه يعني من أصعب الأشياء، إنه الحروب عادة تكون في أطراف البلاد، أما هذه الحرب فدارت في العاصمة، مكان الإدارة التنفيذية والإدارة إدارة الحكم في السودان كلها في العاصمة، وذهبت العاصمة بما فيها، نسأل الله عز وجل أن يعيننا يعني، السبب الأساسي فيما أعتقد يعني.